طارح ديال ديال واحد الشريف انسان وكيبقاو يصليو ويطلبوا الله. لي بريديكسيون دو سيد العرافي سو رياليز، التنبؤات ديال سيد العرافي اللي مشاو عندهم بدات كتحقق. Un messager venant de la campagne apporte provisions, argent et bonnes nouvelles de Sidi Abslan. واحد المرسول جاي من العربيه ولا من البليده اللي مشى ليها سيدي عبسلان، جاب معاه الفلوس، الاخبار الجيده، وجاب معاه المؤونه لي بروفيزيون الماكله. لالا عائشه انفيت لالا زويده عاوتاني، اي لوي غيزيرف اون سيربريز، حتى هي عندها واحد المفاجاه. إل سومبل كو سون ماري غوبخون لو شومان دو لا ميزون. قالت لي راه واقيلا سي العربي راه راجع للدار، هادشي اللي سمعت. وشكون اللي غيقول لهم هاد المعلومه؟ كاين واحد الختنا سميتها سلامه لا ماريوز، الخطيبه اللي كتدخل باش تجوز الناس وداكشي، هي اللي غتجيب لهم هاد الاخبار، وهي اللي كانت السبب اصلا باش تجوز هو في المره الاولى. بابوتاج، حنا دابا في الشابيتر 11 قبل الاخير. بابوتاج دو بون فام تي اي بابوتاج دو بون فام او منو شي لالا عائشه. سا سلامه لا ماريوز اللي قلت لكم، الا دوموند باردون او دو زامي بور لو مال كي لو رافي، يعني اول حاجه طلبت منهم السماحه، قلت لهم انا راه انا اللي ارونجيت لو مارياج، الا في ارونجي لو مارياج دو مولاي العربي، ولكن ماتنو ايل اكسبليك كو سو ديرني فولي افواغ دي زونفون. حيت لالا عائشه الا انتبهتوا ما عمرنا قلنا عندها ولد ولا بنت، لالا عائشه ما كتولدش، سي لا غيزون بور لاكيل سي العربي مشى تزوج واحده اخرى، مي ابخي الحياه الظهورات والمشاكل ما سميتو رجعت. هنا لالا سلامه كتقول لهم سمحوا لي انا اللي ارونجيت لو مارياج، ولكن راه راجلك لالا عائشه هو اللي بغى الولاد، سي بوغ سا راه انا دبرت ليه ديك المراه. مي دابا راه ابارامون راه المشكل تحل. الا في ارونجي لو مارياج دو مولاي العربي، il explique que ce dernier voulait avoir des enfants. Il apporte de bonnes nouvelles. Plus rien ne va entre Moulay Larbi et sa jeune épouse. Et le divorce est pour bientôt. Un autre personnage va être amené à Zohor. Une voisine vient prendre part à la conversation. Il rapporte une scène de ménage. Les femmes, la fille du coiffeur, épouse de Moulay Larbi, de sa femme. Le flot des potins et des médicaments n'en finit pas. Et l'enfant qui ne comprenait pas, et l'enfant, qui ne comprenait pas le sens de tous les mots, est entraîné par la seule musique des syllabes. باش بداو كيغنيو العيالات وفرحانين بهذا الشيء وكيسميتو، هو ما فاهم والو من هاد الكلمات اللي كيغنيو وكيضحكوا بهم العيالات مع بعضياتهم. هو اللي عاجبو شنو هما؟ هما لي سيلاب، هما القافيه باش كيستافد بالكلمات، هما الحوايج اللي عاجبو. شابيتخو ديغني، شابيتخو 12، ان كونت دو في ا توجور اون شيت اوغوز. اي ريسي دو في ديال ليماجيناسيون كتكون فيه نهايه سعيده. ان كونت دو في ا توجور اون شيت اوغوز. لا غروند نوفيل رابورتي بار زينب. Le maïllem Abslam est de retour. Toute la maison est agitée. Des youyou, zgharit, éclatent sur la terrasse. Les voisines font des vœux. L'enfant et sa mère.